حياكم الله، إنما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أعربت لجنة التخطيط النيابية المعنية بمراقبة البرنامج الحكومي، أعربت عن استغرابها من عدم إصدار وزارة المالية التعليمات للوزارة لتطبيق مواد الموازنة على الرغم من دخولها حيز التنفيذ. فيما قالت اللجنة المالية إن تأخير تنفيذ الموازنة سيؤثر على جميع المشاريع والبرنامج الحكومي، مضيفة أن الطعون التي قدمها رئيس الحكومة لا تعطي مبرراً للتأخير، وبإمكان الحكومة تطبيق المواد الأخرى. وعلى الرغم من نشر الموازنة في جريدة الوقائع ودخول الموازنة مرحلة التنفيذ، إلا أن المشاريع التشغيلية ما تزال تنتظر من وزارة المالية إصدارها للتعليمات الخاصة بتطبيق مواد الموازنة. قال محافظ القادسية هيثم الشهد، قال إن الأموال المخصصة للمحافظات ضمن الموازنة لا توازي حجم المشاريع الموجودة، وبيّن أن مشروع مجاري الديوانية متلكئ منذ 11 سنة والشركات تعمل دون توجيه. وقال الشهد إن المحافظات تحتاج إلى أكثر مما يخصص لها من الأموال، ومشاريع الديوانية وحدها تجاوزت التريليون، وما خصص لها لا يصل إلى ربع الحاجة. وأشار إلى أن الأموال التي خصصت للمحافظات بالموازنة لا توازي حجم الحاجة لإعمار وصيانة البنى التحتية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسألة توقف الصادرات النفطية من العراق باتجاه ميناء جيهان التركي سببه الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل. وقال أردوغان إن تركيا ليس لها تحفظ على استقبال النفط من العراق لأن في ذلك مصلحة مشتركة للبلدين، مبينا أن استئناف التصدير عبر تركيا متوقف على حل الخلافات داخل العراق بين بغداد وأربيل بشأن صادرات النفط. قالت الأمم المتحدة إن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وأزمة تكلفة المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ عام 2020، داعية إلى وقف سداد ديون البلدان النامية. هذا وذكرت الأمم المتحدة أنه بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، حيث يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد بين عام 2020 ونهاية عام 2023، مؤكدة أن 90 مليون شخص آخر سيقعون تحت خط الفقر. قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي في الربع الأول تجاوز توقعاته بقليل في شهر نيسان، لكن البيانات منذ ذلك الحين تعطي صورة متباينة، إذ تظهر بعض المتانة إلى جانب مؤشرات على التباطؤ. وأضاف الصندوق أن نشاط التصنيع في اقتصادات دول مجموعة العشرين يظهر مؤشرات على الضعف، كما أن التجارة العالمية ما زالت ضعيفة لكن الطلب على الخدمات قوي، وخاصة في الدول التي يتعافى فيها قطاع السياحة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.